توفيق الشرق شهية الوطن والحرية. شكر العيد. وكذلك أخي المناظر الأخ الكريم عبد المجيد بالعيد. وكذلك أريد أن أوجه تحية خاصة إلى الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وإلى كل الأخوة الحاضرين. مانيش نسمي خاطر نعرف روحي باش ننسى ديما ننسى، ولهذا أرجو منكم الوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء، كل شهداء تونس، شهداء الثورة من أجل الاستقلال، وشهداء الثورة من أجل الحرية والكرامة، من فرحة حشاد إلى شهداء الحوض المنجمي، إلى شهداء ثورة الكرامة والحرية، إلى شكري برعيد، وكذلك بقية الناس اللي تالفهم قوة غدر بعد الثورة وقبلها. مرحبا في رحاب المسار الديمقراطي الاجتماعي، وهو حزب جديد في تسمياته وهيكلته وقياداته، لكنه خلافا لما يظنه البعض ما خذاش التأشيرة نتاعو لا من بورقيبة ولا من بن علي ولا من حكومة النهضة، على خاطر يستمد الشرعية نتاعو من رصيده النضالي العريق والمتأصل في الحركة الوطنية والنقابية والعمالية وفي الحركة التقدمية بصفة عامة. يستمد القوة نتاعه من تعدد المسارات النضالية للمكونات التي التقت حول نفس الأهداف الديمقراطية والاجتماعية لتأسيس هذا الحزب، والمتكون من حركة التجديد ومن حزب العمل التونسي ومستقلية القطب الديمقراطي الحداثي وشخصيات مستقلة معروفة بمواقفها المبدئية والنضالية الثابتة. حزب عنده اليوم 7 نواب بالمجلس التأسيسي بعد انضمام السيدتين النائبتين كريمة سويد وسلمى مبروك. وبهذه المناسبة فلا بد أن نتوجه بتحية تقدير وإقبال وإعجاب إلى العمل الجبار الذي يقوم به هؤلاء النواب في انسجام وتناسق تام داخل الكتلة الديمقراطية اللي رأسها أخونا المناظر محمد الحامدي، ومع بعثية النواب التقدميين من المستقلين أو المنتمين إلى الجبهة الشعبية أو إلى نداء تونس، وبالخصوص منهم أنا شفت منجي الرحوي. مانيش عارف الناس تسمي الناس كله ولا لا، ولهذا أحبكم بالذكر هذا الأخ الكريم. المسار الديمقراطي الاجتماعي معتز بانتمائه إلى اليسار التقدمي والديمقراطي، لأنه حزب منحاز إلى الطبقات الكادحة وإلى الفئات المهمشة والمحرومة. يعتبر أن ثورة الحرية والكرامة إنما جاءت لاستكمال بناء الدولة الديمقراطية المستقلة العادلة وإرساء قيم العدالة والمساواة، وجاءت لتقضي على الظلم والاستبداد وعلى الحيف الاجتماعي ولتحقيق التنمية العادلة والشاملة والتقدم الاجتماعي. نحن من اليسار لأننا نؤمن إيمانا راسخا بقيم الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة الكاملة بين المرأة والرجل، وبالقيم الكونية لحقوق الإنسان وبحرية المعتقد.
نحن من اليسار الذي يعتز بانتمائه الحضاري إلى تونس وتاريخها الزاخر بالبطولات، كما يعتز بالهوية العربية الإسلامية لشعب تونس، الهوية النيرة والغير منغلقة على الذات والغير متعصبة بل المنفتحة على الحضارات الإنسانية الأخرى، كما أسس لها ابن سينا وابن خلدون وتواصلت مع الحركة الإصلاحية في أواخر القرن التاسع عشر. نحن من المسار ومن اليسار الذي تحرر نهائيا ومنذ مدة من القوالب الإيديولوجية الجامدة التي تقسم ولا توحد، والتي أضعفت القوات التقدمية وحرمتها من احتلال المكانة التي تستحقها، والتي تتناسب مع ما قدمته من تضحيات الجسام في سبيل تونس العزيزة قبل الاستقلال وبعده. كل هذه القيم والمبادئ السامية والحقوق سنواصل النضال من أجلها من داخل المجلس الوطني التأسيسي وخارجه، حتى يكون دستور الجمهورية الثانية دستوراً في مستوى طموحات الشباب الذين قاموا بالثورة واستشهدوا من أجل توفير الحرية والكرامة لكل التونسيين والتونسيات. فالوفاء للشهداء يعني دستوراً ديمقراطياً يقطع نهائياً مع الاستبداد ويضمن حقوق التونسيين والتونسيات باعتبارها ليست منة من أحد. الحق في الشغل، الحق في التعليم، الحق في الصحة وفي البيئة السليمة، الحق في السكن اللائق، في الماء الصالح للشراب، وكذلك حق الإضراب دون قيود وغيرها من الحقوق الأساسية التي وضعناها فيما سميناه عقد الكرامة، والتي نناضل من أجل التنصيص عليها في الدستور. قبل الانتخابات متاع 2011 كان هناك إجماع وطني حول المطالب التي قامت من أجلها الثورة من حرية وكرامة وتشريع وقضاء مستقل وإعلام حر وملف الشهداء والجرحى والدولة المدنية الديمقراطية المستقلة التي تقطع مع الاستبداد ومع الفساد المالي والسياسي. وهناك وعود صريحة قدمت خلال الحملة الانتخابية، لكن بعد الانتخابات والنتائج المعلنة وقع التنكر لهذه الوعود وغاب التوافق الذي مكن في المرحلة الأولى من استمرارية الدولة ومن تنظيم انتخابات حرة وشفافة وحل محله التكالب على السلطة من قبل الائتلاف الحاكم، وساد منطق الغنيمة لتقاسم الحقائب الإزارية على أساس المحاصصة الحزبية، وتشكلت حكومة تميزت بكثرة العدد وقلة الكفاءة وضعف الأداء والعجز على تحقيق المطالب العاجلة وعلى الوفاء بالوعود، فرجعت حليمة إلى عاداتها القديمة واستعمل الدين وبيوت عبادة للحث على التباغض عملا بنظرية غريبة أتى بها زعيم النهضة والقائلة بما أسماه بالتدافع الاجتماعي الذي أدى إلى العنف السياسي وقمع المتظاهرين من الذين قاموا بهذه الثورة، والعنف الديني الذي طال ثوابت الهوية التونسية الأصيلة ونال من هويتنا العربية الإسلامية السمحة والنيرة. البلاد في حاجة اليوم إلى استفاقة وطنية شاملة، وكنا نظن أن الصدمة التي تلقيناها بعملية الغدر والجبن والخيانة فاغتيال الشهيد الرمز شكري بالعيد لأنه رفع غاليا راية المبادئ والأهداف التي قامت من أجلها ثورة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، كنا نظن أنها ستعطي دفعا جديدا للمسار الانتقالي يصارح التونسيين بعضهم ما بعض ويعيد لهم الثقة في النفس وفي مؤسسات الدولة وفي المستقبل، ويقتلع العنف من أرضنا كما قلنا بعد هذه الصدمة التي أعادت زلزالا من المجتمع المدني والسياسي. لكن مع الأسف الشديد فإن العكس هو الذي حصل، والمسؤول الأول هو حزب النهضة الرافض للحوار والرافض للتنازل
لأنه لا يؤمن بالديمقراطية، بل يعتبرها مجرد آلية صالحة مرة واحدة للوصول إلى الحكم والاستيلاء على مقاصد الدولة، وليس قيمة في حد ذاتها يعتمد عليها النظام السياسي الجمهوري لضمان التداول السلمي على الحكم والاعتراف بسيادة الشعب وحقه في محاسبة حكامه ومساءلتهم وعزهم إن لزم الأمر. ونحن لا نرى لذلك سبيلا غير الاقتراع السلمي المباشر والحر، بل نجد أنفسنا اليوم أمام أزمة ثقة عميقة انهارت فيها هيبة الدولة وفقدت جزءا كبيرا من مصداقيتها. ومن أسباب الأزمة التعامل المشبوه مع قضية اغتيال شكري بالعيد، فما الذي يمنع من الكشف عن الحقيقة الكاملة دون مراوغة ومش تكون جود قطرة قطرة؟ ولماذا هذا التمادي في ربح الوقت ولفائدة من؟ ولماذا يرفض السيد علي العريب المثول أمام حاكم التحقيق في حين من المفروض أن يعطي المثال كاحترام القانون؟ ولماذا بقي التحقيق يراوغ مكانه لحد الآن؟ كلها أسئلة باقية بدون جواب مقنع، بما يغض الشكوك لأن أطرافا من حزب النهضة تسعى إلى إخفاء الحقيقة والتغطية على الجنات، والتغطية على الجنات مشاركة في الجريمة. إلى إخفاء الحقيقة والتغطية على الجنات مثل ما فعلت ذلك بخصوص أحداث 9 أبريل 2012 ومنع لجنة التحقيق التي عينها المجلس التأسيسي من القيام بمهامها في الكشف عن الجنات، أو برفض الاعتراف بما أثبته تقرير لجنة التحقيق في أحداث الاعتداء على مقرات الاتحاد في 4 ديسمبر 2012 من تورط برابطات حماية الثورة بدعم من القياديين لحركة النهضة، وكذلك الشان بمن تورط في عملية اغتيال لطفي مدر بتطاوين. هذا كله يتطلب منا الوحدة ثم الوحدة ثم الوحدة. عاش الاتحاد من أجل تونس متماسكا قويا متضامنا داعما مؤثرا. عاشت الجبهة الشعبية قوية مناضلة مؤثرة. ولم لا ائتلاف واحد واسع وللنهوض بالبلاد ولتكوين كتلة تاريخية جديدة قبل الانتخابات وبعد الانتخابات تكون استحالة إلينا جميعا. نحن قوى التقدمية والديمقراطية كلنا استحالة إلينا جميعا وإلى وحدتنا. عاشت تونس حرة مستقلة منيعة كريمة عادلة أبد الدهر مستقلة وتحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطنية 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 وط
نشارككم ان شاء الله.